بعد أربع جمع أدوا صلاتها في المسجد الأقصى في القدس، تدفق آلاف الفلسطينيين على المسجد ثالث أقدس المواقع عند المسلمين لأداء صلاة العيد. أما في رام الله حاضرة الضفة الغربية، فقد وضع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس إكليلا من الزهور على ضريح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. أهنئ الشعب الفلسطيني بالذات والأمة العربية والإسلامية ودول عدم الانحياز التي حققت نصرا مؤزرا قبل يومين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في قطاع غزة أدى الآلاف صلاة العيد فيما طاف مهرجون بأزياء كرتونية محبوبة لدى الأطفال في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوبهم التي أتعبها صراع لا ناقة لهم فيه ولا جمل. في مصر أكبر الدول العربية سكاناً أدى الآلاف صلاة العيد في الساحات العامة قبل أن تنطلق أفراح العيد وسط روابط أسرية يشتهر بها المصريون في مثل هذه المناسبات. أهم حاجة إن إحنا شفنا ست الحبايب، دي أهم حاجة عندنا، إن هي تبقى كويسة وبصحة كويسة والمسلمين بخير وكل سنة طيبين. في ليبيا أدى المسلمون من المهاجرين غير الشرعيين صلاة العيد في المراكز التي تحتجزهم فيها السلطات تمهيداً للنظر في قضاياهم وترحيل من يتوجب عليه الرحيل من حيث أتى ونقل من ينجح في تأمين اللجوء في إحدى الدول إلى دولة لجوئه. قدمنا اليوم صلاة العيد في مقر الهجرة غير الشرعية حتى نحسس الناس يعني بالعاطفة ونحسسهم منهم في بلادهم في وطنهم الثاني يعني، ونحاول يعني لم شملهم وكذلك إرجاعهم إلى أراضيهم. في إيران أما المرجع الأعلى علي خامنئي المصلين بصلاة العيد التي بث التلفزيون الرسمي صورا منها من العاصمة طهران، مستذكرا في الخطبة التي ألقاها الأزمة التي تمر بها بلاده مع الولايات المتحدة على خلفية ملفها النووي. في أفغانستان التي يتوقع لها أن تنعم بالهدوء خلال أيام العيد بسبب اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة طالبان خلال أيامه، دعا الرئيس الأفغاني مواطنيه إلى استلهام معاني العيد لوقف سفك الدماء في البلاد. وبحكم موقعها الجغرافي في أقصى الشرق، كانت أندونيسيا أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان، أول دولة إسلامية تحتفل بالعيد، حيث تجمع الآلاف صباحاً في ساحات مصليات العيد لأداء الصلاة قبل الاحتفال بالعيد وإحياء طقوسه.